يقول له دوعاي عقلي هجمت علينا المنية ما يحصل لنا بهالزمان ساعة أنية توعاي عقلي هجمت علينا المنية ما يحصل لنا بهالزمان نومانية كل ما طلعنا من بلد طحنا ببلاية يا ليتنا ويا الأهل صرنا ضحايا ويا ليت جابونا يسر فوق المطاه أهون علينا من الحبس ظهر المطية آه خويا خويا انهضمنا وضعنا ببلدة الرجاس ضيعوا يتامى وجوع وسط السجن يانا لأن الرجل صاب ومنه كسر ضره ودماه فوق الصدر خلاها جري بينما ذاك يخاطب أخاه وإذا بذلك اللعين دخل عليهما رفس أحدهما برجله وضرب الآخر بيد حتى كسر أسنانه التفت إلى الأكبر منهما يقول له وياك ما تقول إيش فعلنا من جناية ترفس أخويا ومني يتكسر ثنايا مياك ما تقول إيش فعلنا من جناه ترفس أخويا ومن يتكسر ثنايا قلهم روسكم أوديها هدايا أجركم الله بعد ذلك جاء اللعين بحبال وأوثقهما أوثق الطفلين وهما يستغيثان الله ويحك أما تطمع في شفاعة جدنا رسول الله واللعين يقول جائزة الأمير خير لي من شفاعة جدكما قيدهما إلى الصباح لما صار الصباح أجركم الله جاء هذا اللعين أخرجهما وأخذ معه ذلك السيف أما تلك المرأة تلك العجوز تلك المرأة الصالحة فهي تحاول أن تثني وهو مصر على فعلته أجركم الله أخذهما جاء بهما إلى شاطئ النار وكان معه غلامه وولده التفت إلى غلام قال خذ هذا السيف واقطع عنقيهما وجئني برأسهما جاء ذلك الغلام وكان أسود لما جاء إليهما نظر إليه الصبيان قال له أحدهما ما أشبه سوادك بسواد بلال مؤذن جدنا رسول الله
قال وأنتما جدكما رسول الله؟ قال نعم. انتسبا إليه، لما انتسبا إليه رمى السيف من يده وقال لا يكون المصطفى خصمي يوم القيامة، ثم ولى هاربا إلى الفرات، وقع في ذلك النهر لكي يعبر إلى الجهة الأخرى. ناداه ذلك اللعين عصيتني؟ قال نعم عصيتك لأنك عصيت الله. حينها أمر اللعين ولده خذ هذا السيف واقطع عنقيهما. جاء ذلك الشاب ذاك الصبي، لما نظر إليه الصبيان قال له ما أشبه شبابك بشباب أهل البيت، كأن شبابك يشبه شباب القاسم بن الحسن المجتبى أو علي الأكبر بن الحسين. لما سمع ذلك رمى السيف وولى هاربا. نداه أبوه لم يسمع جواب، لم يسمع نداء، أجركم الله. ثم جاء ذلك اللعين أخذ ذلك السيف وقال لهما لا يقتلكما غيري، هذا والمرأة العجوز تحاول أن تثنيه عن فعله واللعين مصر على قتلهما. لما جرد السيف أجركم الله، كل من الطفلين يريد أن يسبق أخاه إلى القتل. جاء ذلك اللعين أخذ الأكبر منهما ضربه بالسيف على عنقه. أيوا مصيبتا ومسلما، أين المناني وذبيحا؟ فصل رأسه عن جسده، خر ذلك الطفل الآخر على أخيه وأخذ يتمرغ في دمه. أوالي خر على عضينا ودموعه فوق خده من الثرى، وانشعب قلبه من شاف دموم على الثرى. آه والرجس ما لان قلبه ولا رحم من الحال، شهر سيفه وقطع راسه وجدل فوق الرمى. والعجوز تصيح انا شبيدي عليكم يا الاطفال، ليت والدكم يعاين جثثكم فوق الثرى. جبتكم يا ولاد عندي ظنتي عندي نجات، صرت يا ولادي سببكم وجلبتكم للمما. روسكم راحت هدية والجثث وسط الفرا، روسكم راحت هدية والجثث وسط الفرات. ذاب قلبي من أشوف أجثاج سادكم فوق الثرى. آه كم رضيع لك بالطف قضى عاطشاً.